ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا هالة ثابت، ميك اب ارتست، بعمل وصفات وخلطات للعنايه بالشعر، بالبشره والشعر. إيه لو اول مره تشوفيني، اعملي اشتراك للقناه وفعلي زر الجرس ولايك وكومنت وتابعي للاخر، علشان النهارده وصفتنا هتعجبكم حلوه قوي. احنا النهارده طبعا الشامبو بتاعنا، عايزين لما نغسل شعرنا نستفاد انه انا بغسل شعري وفي نفس الوقت بغذيه. ده الشامبو بتاعي اللي انا بستخدمه. عندي حبوب حديد، عندي فيتامين د، عندي فوليك اسيد. طبعا دول انا طحنتهم بالشكل ده، ده الفوليك اسيد وده فيتامين د. وهنبدأ دلوقتي وصفتنا. الشامبو بتاعنا اهو، هناخد معلقة ملح هنحطها على الشامبو بالشكل ده، تمام. وهنجيب، انا دلوقتي عندي حمض الفوليك اللي هو الفوليك اسيد، وده فيتامين د، هوريكم شكله جوه. واي حاجه متاحه عندك، مش لازم تبقى نفس البراند اللي انا جايباه او نفس الماركه دي. ده الفيتامين د اهو، ده بيتطحن كويس قوي زي ما انتم شايفين هنا. ودي الحبوب بتاعه الفوليك اسيد، طبعا انتوا عارفين مهمتها بتعمل ازاي، مفيدة جدا. ودي الحديد اللي هنفضيه في الشامبو. دلوقتي هفضي الحبوب اللي انا طحنتها اللي هي الفوليك اسيد وفيتامين د، هنزلها في الشامبو كده. بعد ما انزل الكمية دي اللي انا طحنتها، الكمية دي تقريبا من كل نوع من 10 ل 15 حباية برشام، انا فضيتها هنا في الشامبو بتاعي. هبدأ دلوقتي افضي الحديد، اهي الامبول افتحه كده وافضيه. هنفضي تقريبا خمس امبولات زي ما انتم شايفين. عايزه اعرف بس بتتابعوني بتشوفوا فيديوهاتي بتنفذوها، عايزه اشوف ده في الكومنتات، عايزه اشوف ارائكم ايه، اكمل الدنيا تمام، بتجربوا الوصفات دي، بتفيدكم، شايفين ان هي مفيده، شايفين ان هي جايبه نتائج حلوه. طبعا انا كل حاجه قبل ما بعملها وقبل ما بنزل بيها انا ببقى مجرباها وعارفه نتائجها وفوائدها. حاولوا تجربوا يا بنات وادوني رايكم ايه في الكومنتات. انا كده فضيت خمسه من الحديد، ودلوقتي هقفل وهفضل اربي الشامبو بالشكل ده عشان كله يتداخل في بعضه، واستفاد بكل المكونات اللي انا نزلتها في الشامبو، استفاد بإفادة حلوة جدا. يلا تابعوني على طول بالكومنتات واللايكات، ولو مش مشتركة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس، واشوفكم دايما على خير وفي وصفات جديدة وحاجات حلوة تبهركم وتشجعكم ان انتوا تكملوا. سلام حبيبي.